المؤمن دائما يتفكر في حكمة الله تعالى. فكل بلاء الإخوة، كل مصيبة، إنسان فقد بصره، فقد سمعه، فهذا من رحمة الله تعالى، هذا من رحمة الله تعالى يعني الإنسان. الله تعالى يبتلي الإنسان ليكفر سيئاته، ليرفع درجاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا هم، حتى الشوك يشاكها، إلا كفر به من سيئاته. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يكتب المنزلة للمؤمن ولا يدركها بعمله، فيبتليه الله تعالى ثم يصبره على البلاء حتى يدرك هذه المنزلة. فإذا البلاء رحمة من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. فالمؤمن يستشعر محبة الله تعالى في هذا البلاء، الله تعالى يحبك، يريد أن يرفعك، فإذا صبرك صبرت وتقربت إلى الله تعالى وحمدت الله تعالى فأنت على خير عظيم. والله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.